يا مساء الأنوار على حضراتكم جميعا. الحقيقة يمكن عمري ما سجلت فيديو عشان أرد على حاجة أو إلى آخره، لكن طبعا حبكم جميعا جوه قلبي وأنتم عارفين ده كويس قوي. عرفت إنه جماهير النادي الأهلي واخدة على خاطرها نتيجة إن في خبر نزل واتحط عليه عنوان لا صلة له إطلاقا باللي أنا قلته، مدحت شلبي يهاجم جماهير الأهلي، أنا ما أعرفش حتى يعني مهم. فطبعا انا بس حابب اوضح ان هذا الكلام لم يحدث على الاطلاق. اللي تابع البرنامج وشاف الحلقه، انا قلت حتى في بدايه كلامي انا مطلع السوشيال ميديا بره خالص والجماهير بره خالص، لانه الجماهير الاهلاويه هو اهلاوي على الحلوه والمر، والزملكاوي زملكاوي على الحلوه والمر، وبالتالي دول بره الحوار. انا قلت كده بالحرف، وقلت كلامي موجه للاعلامي اللي قدامه ميكروفون، للصحفي النقد الرياضي، للمواقع. ده كان كلامي بالحرف الواحد، وانا بتكلم انا عارف انا بقول ايه. لا يمكن اطلاقا ان انا اوجه كلام زي ده لجمهور، ابقى انا راجل يعني ما اشتغلتش اعلام قبل كده، لا يمكن. الفيديو ده انا بعمله عشان اوضح فقط لا غير ان هذا لم يحدث على الاطلاق، على الاطلاق. احترامي الكامل لكل جماهير مصر، اهلي على راسي والزمالك والاسماعيلي والمصري والاتحاد والدنيا كلها. احنا ما بنتكلم، بنتكلم للصالح العام. وكان مفاد حواري ان احنا مش عايزين ندخل في وسطينا فتنه، نقول ان ده كذا وده عمل كذا وده سوى كذا، ده هيعمل قلق. دايما انا رسالتي قد ما اقدر ان احنا نرسي قواعد النظام والروح الجميل، لا اكثر ولا اقل. جماهير مصر كلها على راسي، جماهير الاهلي على راسي. فهمت غلط او مش فهمت غلط، اتنقل لها الصورة بشكل غير صحيح على الإطلاق. أنا محبتي ليكم جميعا وده السبب إن أنا سجلت هذا الحوار. ومساء الأنوار.